ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في السعودية بدفع تعويضات تزيد عن 65 مليون ريال سعودي للمسافرين، وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع معي على الهاتف الأستاذ إبراهيم الروسا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني. أستاذ إبراهيم حياك الله معنا في أهلا. أستاذ إبراهيم إذا صوتي يوصلك حياك الله معنا في أهلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. طيب إلى أن يجهز الخبر، هذا القرار حقيقة أنه من القرارات اللي كانت منتظرة جدا، وأعتقد أنها مفعلة من وقت لكنه ما ألقي عليها الضوء كما يجب، أو أنه تفعيلها كان في إشكالية. ليش؟ لأنه في لوائح كل شركات الطيران هنالك حقوق للمسافرين في حال تأخر الرحلات وفي حال إلغاء الرحلات وفي حال حصول أي خلل المتسبب في شركة الطيران وليس المسافر. دائما نطرح أنه وين حقوق المسافر في هذا الاتجاه، وكثير من المسافرين يشتكون من كثير من القرارات، ما أبغى أقول اللي تتخذ ضدهم ولكن اللي ما تنصفهم في حال حدوث أي أخطاء من قبل شركات الطيران. اليوم الهيئة العامة للطيران بوصفها الجهاز المشرف على هذا الموضوع يعني تلزمهم بدفع تعويضات ومبلغ عالي من التعويضات يصل إلى 65 مليون. احنا يهمنا في هذه الحلقة أنه نعرف وش اللوائح والأنظمة اللي بناء عليها تدفع شركة الطيران للمسافر وحقوق المسافر، ولذلك ينضم إلي عبر الهاتف الآن الأستاذ إبراهيم الروسا المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني. أستاذ إبراهيم حياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا فيك، رحب بك أخي مفرح، رحب السادة المشاهدين. أتمنى أكون نطقت اسمك صح واعذرني إذا أخطأت. لا صحيح. طيب أستاذ إبراهيم، هذه التعويضات 65 مليون ستدفع بناء على إيش؟ نعم، أولا أشكرك أخي مفرح على تسليط الضوء لهذه الإعلان المهم حقيقة الذي يصب في صالح حقوق المسافرين. تأتي هذه التعويضات بناء على اللائحة، لائحة حقوق العملاء التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي أعلنت عنها الهيئة يوم أمس عن إلزام الناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد عن 65 مليون ريال سعودي للمسافرين السعوديين وغير السعوديين، وذلك بعد إخلال تلك الشركات بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها. طبعا هذا الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام لائحة حقوق العملاء، لائحة حماية حقوق العملاء، وتماشيا مع توجه الهيئة نحو الارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمسافرين، وكذلك تحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تقديم تجارب مميزة، وبالتأكيد والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عينها. طيب. طبعا الحالات أو أبرز الحالات اللي ممكن اللي حصل فيها التعويضات هي اولا جاءت المرتبه الاولى حالات فقدان او تلف او تاخر للامتعه، وهذه المرتبه الاولى. تلاها تاخير الرحلات. الثالثه كذلك الغاء الرحلات، حيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجويه العامله. طيب الحقيقه ودي نشير يعني لان هذا الاجراء حظي حقيقه ب يعني سمعه طيبه في الاوساط الطيران الدوليه، وأوصف به منظمات الطيران مثل المنظمة العربية للطيران المدني، أوصف بنشر هذا النموذج السعودي في حفظ حقوق المسافرين، وقالت أنها خطوة مميزة ونموذج يحتذى به لمثل هذه الحقوق المستخدمة النقل الجوي. طيب إذا تسمح لي أستاذ إبراهيم، هذه 65 مليون الآن تعويضات عن كم من الفترة الزمنية؟ من عام 2018 و2019 عامين. لعامين. طيب إذا أيضا تسمح لي بالسؤال، أنتم اليوم في هيئة الطيران المدني بوصفكم الجهة المشرعة، وينكم من زمان عن شركات الطيران وعن كل ما يمارس ضد المسافرين؟ يعني إحنا فقدان الأمتعة والغاء الرحلات وتأجيلها وتأخيرها كانت تمر بسلام بدون تعويضات، وين دوركم السابق؟ نعم سؤال جميل. حقيقة اللائحة وضعت وأقرت في تقريبا منتصف 2017 وتم العمل بها في 2018، ومن ذلك الحين حتى نهاية 2019 خرجت هذا الإعلان، وهو أول إعلان عن مثل هذه الحقوق. طيب جميل. طيب الآن هذول المسافرين كيف رصدتوهم؟ كيف راح توصلهم تعويضاتهم؟
طبعا هناك آليات في رصد مثل هذه الشكاوى. اولا المسافر المتضرر ايا كان نوع ضرره يرفع الشكوى. اولا قبل كل شيء يجب حقيقه ان هذه الثقافه تصل لجميع المسافرين. يعني يجب المسافر يعلم ان يعني له حقوق وعليه واجبات، وعليه كذلك ان يطلع على هذه اللائحه ويقراها جيدا ويتمعنها. في حاله اخلال النافله حصل له اي مشكله في المطار يقوم برفع شكوى اولا عن طريق شركة النقل خلال ايام سوف يتجاوب الناقل الجوي. فيما لو تجاوب بمعنى انه وصل الى 14 يوم لم يتجاوب يحصل المسافر على رقم مرجعي لهذه الشكوى يقدمها لنا في الهيئة العامة للطيران المدني، ونحن بدورنا نقوم بمشيئة الله تعالى بمتابعة هذه الشكوى حتى حصول المسافر على حقوقه كاملة غير ما. جميل، هذه الشكوى أستاذ إبراهيم يقدمها المسافر في حال إيش؟ اللائحة تنص على إيش؟ إيش المواد اللي بناء عليها يقدم شكوى ضد شركة الطيران؟ كثيرة، أنا أنصح حقيقة المشاهدين الكرام بالاطلاع على هذه على اللائحة المنشورة في موقع الهيئة العامة للطيران المدني. طيب. وكذلك حساب حماية العملاء في تويتر، هناك لائحة موجودة يقرأها ويطلع عليها. هناك مجموعة كبيرة جدا من الحقوق والواجبات التي تخضع لهذه اللائحة. طيب أنا بسألك عن شغلتين، هل هي في اللائحة ولا لا؟ لأنها أكثر شيء يقلق المسافرين اليوم، تأخير الرحلات وإلغاء الرحلات، هل هي من ضمنها؟ نعم، بل هي من ضمن التعويضات اللي أخذت المراكز الأولى، يعني تأخر الأمتعة حقائب والشنط في المرتبة الأولى، تأخير الرحلات زي ما تفضلت المرتبة الثانية، إلغاء الرحلات في المرتبة الثالثة، وهذه أبرز القضايا التي تمر بالمسافرين في المطار. مين يحدد قيمة التعويض المادي؟ هناك طبعا آليات معينة، هناك قوانين أصدرتها الآياتا اللي هي منظمة النقل الجوي، هنا محددة بمعايير، هناك حد أدنى وحد أعلى يتم من خلال التفاهم ما بين المسافر وكذلك شركة النقل. إذا اعترض المسافر تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بفحص هذا الاعتراض ومنح حقوقه كاملة غير ما. من تقديم الاعتراض إلى الحصول على حقه كم المدة الزمنية؟ لا يتجاوز، المفترض أن الناقل الجوي يتجاوب في مدة أقل من 14 يوم. أقل من 14. إذا لم يتجاوب، نعم أقل من 14 يوم. إذا لم يتجاوب الهيئة العامة للطيران المدني تبدأ بإجراءاتها فورا. طيب أخيرا أستاذ إبراهيم، التعويض فقط مادي ولا في تعويضات أخرى؟ رحلات بديلة، ترقية درجات مختلفة، أي شيء؟ نعم التعويضات تختلف، هناك تعويضات نقدية معنى مقابل مادي، وهناك تعويضات أخرى عن طريق تذاكر بديلة أو يعني تعويضات عينية ليست مادية. طيب إذا تسمح لي سؤال يعني خلي الزميل بعد الأخير معليش. الآن بعض إلغاء الرحلات أو تأجيلها يترتب عليه خسائر وأضرار أخرى في حياة الشخص هذا، استثمارية، اقتصادية، عملية، شخصية، هذه كيف ممكن يعوض عنها؟ تؤخذ الحسبان جميع هذه الأمور بالكامل، وهي يعني واللائحة كذلك تراعيها، وما يترتب على هذه المشكله والضرر اللي تعرض لها المسافر يكون ماخوذ بالحسبان بلا شك. تقديم الشكوى يكون للهيئه، تقديم الشكوى يكون للهيئه مباشره ولا لشركه الطيران؟ شركه الطيران ومن ثم الى الهيئه. وبهذه المناسبه بس يسمح لي نفرح ان اعلن عبر برنامجك الرائع انه بعد توجيه معالي رئيس الهيئه الاستاذ عبد الهادي المنصوري سيتم استقبال شكاوى ذوي الإعاقة مباشرة عن طريق الهيئة، فئة ذوي الإعاقة مباشرة عن طريق الهيئة، بهدف أن تكون متابعة من قبل مباشرة لضمان سرعة حصولهم على حقوقهم لهذه الفئة. جميل، وإحنا حقيقة والله نشكركم على هذه المبادرة العظيمة ويستاهلون، بس وش الطريقة؟ في رقم هاتف ولا موقع إلكتروني؟ نعم. ولا وش طريقة تقديم الشكوى لكم؟ نعم. مباشرة؟ يوجد عدة وسائل التواصل سواء عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو الرقم الساخن الموجود لدى الهيئة أو الموقع، كلها متاحة.
أستاذ إبراهيم الروسا، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا. تضيع أمتعتك، تتأخر رحلتك، تلغى رحلتك، لا تسكت. اللوائح والأنظمة اليوم تعطيك الحق في أنك تحصل على تعويضك المناسب. شكرا لهيئة الطيران المدني، وفاصل ثاني في حلقتنا.